السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى متابعينا الأعزاء، متابعي قناة دعم مدرسي. إذا مرحبا بكم على القناة. اليوم عندنا نموذج من نماذج الفروض المحروسة بالنسبة لمادة الـ SVT الأولى إعدادي. هذا يعني نموذج ديال الفرد الثالث بالنسبة للدورة الأولى، فيه الدروس ديال لاليمونتاسيون شي لي زيتر فيفون. اذا غادي نخدموا عليه وكالعادة غنخلي لكم PDF اسفل الفيديو، الرابط اللي فيه باقي الفروض كذلك اسفل الفيديو. اذا غنبدا بالاكزرسيس 1. كومبليت لو تابلو سويفون افيك لي كاركتيرستيك ادابتاتيف دي ريجيم اليمونتير. اذا غادي نعطيو لي كاركتير يعني المميزات ديال الريجيم اليمونتير عند لي زيربيفور ولي كارنيفور ولي زومنيفور، على حساب فورم دو كونديل يعني ديك لقمه المفصل كيفاش دايره عندهم بثلاثة. تيب دو دونتيسيون يعني نوع الاسنان، يعني هذا بحال ملخص للدرس. فورم دي مولير الشكل ديال الاضراس. وطاي دو سيكوم يعني الحجم ديال السيكوم، يعني داك المصران الاعوار عند كل نوع من هاد يعني هاد لي زانيمو. واخا اذا غادي نبداو بلانيمو. اذا كل واحد غادي نعطيو ديال الفورم دي كونديل بالنسبه لي زانيمو هيربيفور، وكيفاش كيدايره عند لي زانيمو كارنيفور، وكيفاش دايره عند لي زومنيفور يعني القوارض اللي منهم الانسان. اذا بالنسبه لي زانيمو هيربيفور عندهم اروندي دوره، بالنسبه لي كارنيفور عندهم باغ لاتيرال، عندهم باغ لاتيرال يعني بالعرض لاتيرال. وبالنسبه لي زومنيفور حتى هما عندهم اروندي دائري، اروندي بحال اللي عند الانسان. واخا تيب دو دونتيسيون كيفاش دايره الدونتيسيون عند لي زيربيفور، عندهم دونتيسيون انكومبليت غير مكتمله لان ما عندهمش لي كانين انكومبليت. واخا بالنسبه لي كارنيفور ولي زومنيفور عندهم كومبليت لا عفوا هنا لي تي كومبليت. بالنسبه للفورم دي مولير شكل الاضراس، الاضراس عند لي زيربيفور سون اوزي صافي، سون اوزي يعني كيكونوا كما قلنا لكم ديك المره يعني بحال محكوكين بحال مكولين. بالنسبه لي زانيمو كارنيفور عندهم دي مولير ترونشونت سيزيونت، واخا ترونشونت باش كتقطع هذاك اللحم، اذا سو سون دي مولير ترونشونت كيسموا ترونشونت. بالنسبه لي زانيمو هيربيفور عندهم دي مولير تيبر كولي، انا غادي نكتبوها تيبر كو لي دو زو اكسون لان المولير فيمينا. واخا نقدر نزيدو تا اس لان بلوريال. هنا طاي دو سيكون بالنسبه لي زيربيفور عندهم ان سيكون تري ديفلوبي يعني كبير بزاف، وهذه لان الحيوانات العاشبه كتحتاج دوك المواد باش كتهضم بهم، فكيكونوا كاينين في هذوك يعني في هذاك المصرى الاعوار اللي هو اذا عندهم تري ديفلوبي كبير. اذا ملي شفتوا لاناتومي ديال هذاك يعني شفتوا الجهاز الهضمي ديال مثلا الارنب، راه شفتوا داك السيكون شحال كبير، تري ديفلوبي تري ديفلوبي. واخا دان دو بي عندنا هنايا باردون تري ديف لوبي تري ديفلوبي. بالنسبه لي كارنيفور، اذا لي كارنيفور عندهم واحد سيكوم اللي هو اتروفي وتري اتروفي يعني ضامر صغيور، ما عندهم ما يديروا به، مفهوم؟ داكشي علاش هو عندهم تري اتروفي ضامر تري اترو هنا اش اتروفي مزيان. بالنسبه لي زومنيفور يعني اللي منهم الانسان فهو اتروفي، حنا عندنا ديك المصرانه يعني شويه مصغ يعني فيها ديك 6 سنتيمتر او لا 5 يعني شويه بركه عليها، ولكن راها اتروفي. بالنسبه لي زيربيفور، لي زيربيفور عندهم كبير وطويل، بالنسبه لي كارنيفور يعني صغيور بزاف تري اتروفي، بالنسبه لي زومنيفور اتروفي اتروفي. واخا انا نمشيو ل كيسيون 2. رولي شاك نوسيون سويفونت افيك لي زينونسي كونفينابل، واخا نسيلو بخط كل حاجه مع حاجه اللي مناسبه ليها. لا ترانسبيراسيون لا فوتوسينتيز سيكل دو لا ماتيير لا سيركولاسيون دو لا سيف، عندي سينتيز دو لا ماتيير كاربونيك بير دو لو دون لي فوي ديبلاسمون دي ميلانج ليكيد دون لي بلانت ترانسفير دو لا ماتيير بار لي مايون دي شين زاليمونتير. واخا اذا خصنا نفهمو هادشي باش نقدروا نوصلو
بخط. اذا لا ترانسبيراسيون فين كتوقع؟ هي ديك لا بيرت ديال لو دون لي فوي. لا ترانسبيراسيون بحال بالنسبه للانسان يعني داك التعرق، يعني داك الماء كيخرج من النبته، اذا كنسميوها ترانسبيراسيون وغنصيلوها بخط. واخا اذا لا ترانسبيراسيون هي لا بيرت ديال لو، الماء كيمشي يعني كيتبخر، وملي كنديروا عليها واحد البلاستيكه اذا كيبانوا القطرات ديال الماء. شنو هي لا فوتو سينتيز؟ هي لا سينتيز دو لا ماتيير كاربونيك. اذا راها من سينتيز راها باينه انها سينتيز دو لا ماتيير كاربونيك. بالنسبه للسيكل دو لا ماتيير، شنو هي السيكل دو لا ماتيير؟ يعني ديك يعني داك الدوره ديال الماده، هو ترانسفير دو لا ماتيير بار لي مايون دي شين اليمونتير، يعني يعني الترانسفير يعني انتقال ديال الماده في هذوك الحلقات ديال لاشين اليمونتير. لاشين اليمونتير يعني السلسله الغذائيه، كتنتقل الماده من هذا حلقه الحلقه. لا سيركولاسيون دو لا سيف، اذا لا سيف هو داكشي اللي كتمتص النبته بالعروق ديالها. اذا ديبلاسمون دي ميلونج ليكيد دون لي بلانت، داك ديبلاسمون يعني الانتقال ديال دوك المواد السائله في لي بلانت وكيمشيو في هذوك بحال العروقه اللي عندها، فهذه كتسمى سيركولاسيون دو لا سيف. واخا ميتر دي كوا vrai ou faux et corriger les énoncés fausses. اذا نشوفوا اللي صحيحه، اذا اللي كان صحيح ندير علامه في صحيح، كان خطا نديروا علامه في خطا، ونصحوا لي زينونسي اللي خاطئين. لا كلوروفيل سو تروف دون لي راسين دي بلانت فيرت. الكلوروفيل يعني داك اللي يخضر، فين كاين؟ واش كاين في لي راسين اللي هما الجذور؟ لا. اذا دون لي فوي لا كلوروفيل سو تروف، يعني غنحيدو هاد لي راسين وغنديرو لي فوي. ها اذا سو تروف دون لي فوي ماشي دون لي راسين. اون مي اون ايفيدونس لاميدون بار لو دو شو. لو دو شو كيدير لنا لا ميزون ايفيدونس ديال سي او 2، ماشي ديال لاميدون. لاميدون كنديرو ليه لا ميزون ايفيدونس بار لو يودي، بار لو يودي. اذا ماشي بار لو دو شو ولكن بار لو يودي. صافي اذا نعاودو، اون مي اون ايفيدونس لاميدون بار لو يودي. اذا غادي نجيو لهنايا، لو ريجيم اليمونتير دو لوم اي اومنيفور. اذا هنايا سي فري، اذا هنايا فو. صافي لي رومينون ستوك لي زيرب افون لا روميناسيون دون لو بوني. قالك ان يعني دوك الحيوانات اللي كتجتر كتخلي كتستوكي الماكله ديالها في لو بوني. لا فو، اذا فين كتستوكي هذاك الماكله اللي كتاكل؟ اذا غنديرو بعدا هنا فو، وغنديرو هنا دون لا بونس. لا بونس ما فين كيتستوكا داك ليرب اللي كي يعني اللي كيسرطوه بدون هضم. ندوزو للصفحه المواليه. انا اوبسيرفي سو ديسان دو كران دان انيمال اي ريبوندي او كيسيون سويفون. دان اوبسيرفي، واخا نريبوندر بالاو ار، واخا ما علينا. ليجوندي سو ديسان افيك لي ستركتور اليمونتير كون فو ناب. اذا خصنا ليجوندي، واذا ها هما لا ليجوند كاينه هنايا ديجا. اذا بقات، اذا هادو لي زانسيزيف، هادي لي مولير، هادي الكانين، هادي الكونديل. صافي اذا هنايا ها هما خليتهم مكتوبين. اذا هنا انسيزيف، وهادي مولير، وهادي كانين، وهادي كونديل. اذا هادي قواطع. غندوزو الدوزيام كيسيون. اكخيغ لا فورمول دونتيغ دو سات انيمال. اذا كنشوفو النص ديال الفك العلوي والسفلي. اذا هنا لجينا نحسبو كنلقاو تخوا كانين. اذا كنديرو تلاته سي على تلاته سي، تخوا كانين سيغ تخوا كانين. باردون انسيزيف هنا ماشي كانين، شي ملي كنقطع شويه كندير بوز كيمشي ليا كيما كنقولو حبل الافكار. اذا هنا انسيزيف 3 انسيزيف على 3 انسيزيف. بالنسبه للكانين عندنا واحد على واحد، يعني عندنا اون كانين سيغ اون كانين. بالنسبه لي مولير، اذا عندنا 1 2 3 4 5 6 6 مولير باردون سيغ 6 مولير. بغيتي دير بري مولير عاد لي مولير، يعني تفرقهم 3 3، اذا ماشي مشكل. اذا هذه هي لا فورمول دونتير شي سيت انيمال. كيل لو ريجيم اليمونتير دو سيت انيمال دوني دو بروف دو سو شيما. قالك شنو هو النظام الغذائي عند هذا الحيوان؟ اذا تما كيبان لينا انه كارنيفور،
ولكن علاش خصنا نقولوا علاش. اول حاجه عنده يعني واحد دونتيسيون كومبليت، وعنده كيما كيبان لنا الى دي كانين ديفلوبي، وعنده دي هادي دي مولير ترونشونت، مفهوم؟ هادو هما. اذا اذا بغينا نجيو من ناحيه الفك وبغينا نبينوا انه تما راه نبينوا انه تما راه لاحم، اذا من خلال لي كانين كنقولوا الى دي كانين ديفلوبي الى دي هادو ترونشونت، يعني عنده لي مولير ترونشونت وعنده دونتيسيون كومبليت. اذا هادو ثلاثه نقدروا نستعملوهم باش يعني نعطيو بروف ان هاد الانيمال هذا راه كارني فور. اذا غنديروا سيتان انيمال، سيتان انيمال كارنيفور، كارنيفور كار il a des canines développées et des molaires tranchantes. Ça va être une dentition complète et dentition complète. اختار يعني شي حاجه باش هادو كلهم ممكن تزيد يعني هادي تهيا، ولا تحيد وحده ودير وحده اخرى في بلاصتها. اذا غادي نكملو اكزرسيس 2 pour mettre en évidence l'origine du carbone utilisé par les plantes vertes pour la synthèse de la matière carbonique. On réalise l'expérience suivante sur les plantes des غادي. اذا باش نبينوا ان لوريجين دو كربون ايتوليزي، يعني ان لي بلانت فيرت كيستعملوا الكربون باش يديروا لا ماتيير كاربونيك، اون رياليز ليكسبيريونس سويفونت سور لي بلانت دي غادي. اذا خدينا لي غادي ودرنا عليهم هاد التجربه هادي. اذا هنايا كاين الضوء، شفتي هنا اير افيك 0.03% ديال السي او 2، اذا عندنا واحد النسبه قليله ديال السي او 2، هنايا هواء بدون سي او 2، هنا هواء في واحد النسبه مزيانه ديال السي او 2، لانهما ضروري كيحتاجوا السي او 2 باش كيديروا هذيك الماتيغ اورغانيك ديالهم. كالي ليبوتيز اكزمي فيريفي، اذا كالي ليبوتيز فيريفي سيت اكسبيريونس. اذا اش من ايبوتيز ممكن نحطو على هاد ليكسبيريونس هادي؟ اذا غنعطيو واحد الفرضيه من خلال هادشي كنشوفو. الفرضيات دائما كتبدا بوتيتر جو بونس، يعني اعتقد، يعني لما كتكون جازمه فقط كتعطي واحد، يعني كما كنتو كديرو في دفتر التقصي، في رايي، في نظري، اعتقد. اذا غنديرو بوتيتر بوتيتر، يعني يمكن بوتيتر لي بلونت. اذا نشوف اشنو لاحظنا هنايا، هنا ملي ما عندهمش كاع السي او 2، اذا بقات صغيره، هنا متوسطه، هنا كبيره. اذا ممكن نقولوا ان السي او 2 عنده واحد الدور كبير، يعني بوغ لا سينتيز دو لا ماتيير كاربونيك، باش كيديروا هذيك لا ماتيير كاربونيك ديالهم. اذا بوتيتر لي بلونت يوتيليز، بوتيتر لي بلونت يوتيليز، اذا يوتيليز لو سي او 2، لو سي او 2 بور بوركوا بور لا سينتيز، بور لا سينتيز دو لا ماتيير كاربونيك. Quels sont les résultats de cette expérience؟ شنو هما النتائج ديال هاد ليكسبيريونس هادي؟ كنلاحظوا ان في الوسط الاول ياك لي غادي اون برودوي بو دو لا ماتيير كاربونيك، يعني داروا غير شويه من لا ماتيير كاربونيك، ما داروش بزاف. هنا داروا تري بو ديال لا ماتيير كاربونيك، اذا هنايا كاين بوكو دو ماتيير كاربونيك، واخا. اذا غنديروا دون لو ميليو 1 ولا دون لو بروميير ميليو، دون لو premier milieu. Et donne les radis ont produit, yani ra daru pardon amble ont, et donne ont produit شنو peu de matière carbonique شويه font peu de matière carbonique. Dans le deuxième milieu,
لي غادي اون برودوي تري بو فهم يعني يعني قليل داكشي بزاف تري بو دو ماتيير كاربونيك دون لو تخوازيام دون لو تخوازيام ميليو فيرغول لي غادي اون برودوي بوكو بوكو دو ماتيير اورغانيك. Que concluez-vous de cette expérience? يعني اشنو ممكن اشنو كنستنتجو من هاد ليكسبيريونس هادي؟ اذا كنستنتجو ان يعني الديوكسيد دو كربون راه يعني ضروري باش نديرو باش النباتات يديرو لا سينتيز دو لا ماتيير كربونيك. اذا لي بلانتس ولا نقولوا ان لو سي او 2 اي اسونسييل يعني pour la synthèse de la matière carbonique يعني انه اساسي. Les plantes vertes يعني النباتات الخضراء utilisent le CO2 pour faire la synthèse de la matière carbonique. اذا هنا كيتسالى هذا النموذج هذا ديال الفرد. اذا نتلاقاو ان شاء الله مع فروض اخرى.